أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس بينا بأنه ما هي النظرية التي نختارها في مقام الثواب والعقاب، وقلنا بأن المدار على الدليل، وأن الدليل إذا أوصل إلى شيء فإن المدار عليه في الثواب والعقاب، فإذا قاد الإنسان للدليل فيثاب على ذلك، وإن لم ينقد وإن لم يطع مقتضى الدليل فهو معاقب على ذلك. طبعا هذا لا يتنافى مع قولنا أنه يوجد واقع، لا يوجد واقع، افترضوا يوجد هناك واقع أصلا، مرة نقول لا واقع ومرة نقول يوجد واقع، ولكن مدار الثواب والعقاب على ماذا؟ على مطابقة الواقع أو مخالفة الواقع، أو مطابقة الدليل ومخالفة ماذا؟ ومخالفة الدليل. هذا المعنى أعزائي أيضا ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بشكل واضح أشار، ولكن أين ذكر هذا؟ في باب الإمارات فقط، وهو أنه كيف يمكن أن نقول أن الإمارة إذا خالفت الواقع يثاب الإنسان عليها كما لو عمل بالواقع؟ يعني الواقع كان صلاة الظهر وهو دله الدليل في يوم الجمعة على صلاة الجمعة، وصلى الجمعة بدل ماذا؟ بدل الظهر، فالثواب المترتب على الظهر واقعا هل يحصل عليه الذي قام عنده دليل على الجمعة أو لا يحصل على ذلك الثواب؟ فإن قلت لا يحصل، لماذا يجعل لنا الإمارة حجة حتى نقع في شنو؟ في تفويت المصلحة، هذا قبيح على المولى. وإن قلت يحصل، إذن المدار على ماذا يكون؟ ها، يكون على الإمارة، على الطريق، على الدليل، على الحجة، ليس إلا. فإذا انقاد يحصل على ثواب المنقاد وإن لم يكن مطابقا للواقع. هسه فإن طابق الواقع أيضا ولم يكن اختياريا، ذاك بعد لطف من الله، منه ابتداء الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا إضافيا، لا من باب الوعد الإلهي بل من باب واللطف الإلهي، ولكنه هو لم يكن قاصدا المطابقة، أو هو لا أقل يعتقد المطابقة أساسا. أعزائي، كل من أقام دليلا على شيء هو يعتقد المطابقة للواقع، وإلا لو كان يحتمل احتمالا معتدا به لعدم المطابقة لما آمن به ولما عمل به. متى يعمل به؟ متى يعتقده؟ إذا حصل له ماذا؟ ها؟ هسه هنا يأتي هذا سؤال بعد معرفي أعزائي، ما راح أدخل الآن ومو محل بحثي، وهو أنه هل نحتاج لاعتقاد المطابقة أن يكون يقينا بالمعنى الأخاص أو لا يشترط؟ هسه في إثبات وجود الله، هسه الآن نخرج عن من العمل، يعني أنا أقمت دليلا على إثبات النبوة، هل أنه دليلي لابد أن يعطيني يقينا بالمعنى الأخاص؟ رأيهم، هل يكفي أن يعطيني دليلا بالمعنى غير الأخاص؟ بعبارة أوضح أعزائي، في اليقين بالمعنى الأخاص توجد أركان أربعة: اليقين، الجازم، المطابق للواقع،
الثابت، هاي أربعة أركان، هل هذا هو المطلوب أو يكفي أن يكون بثلاثة أركان؟ يعني شنو؟ يعني يقين جازم مطابق، وإن لم يكن ماذا؟ ثابتا. هاي مثلين ثلاثة، أم يكفي اليقين شنو؟ جازم وإن لم يكن مطابقا ولم يكن ماذا؟ ثابتا. أم لا يشترط هذا جميعا كما أنا أعتقد منه؟ حتى اليقين الجازم لا يشترط أعزائي. لعد ما المطلوب؟ مطلوب التصديق الإطمئناني. ما هو التصديق الإطمئناني؟ التفتوا لي جيدا، ما هو التصديق الإطمئناني؟ التصديق الإطمئناني هو الظن، الإطمئنان هذا هو الظن المتآخم للعلم. يعني شنو متآخم للعلم؟ يعني أنه يوجد عقلائيا احتمال الخلاف، ولكن يعتني به الإنسان أو لا يعتني؟ ها؟ لا يعتني. ولهذا أي واحد منكم الآن يركب السيارة مولانا، لو تسأله عندك يقين منا إلى 10 كيلومترات لا يحصل لك اصطدام؟ يقول لا. يقين 100%؟ يوجد عنده هكذا يقين؟ لا يوجد. ولكن يحتمل 90%، 95% أن يصل سالم. لماذا؟ لأنه يقول 20 سنة أنا رايح جاي ما صار لي اصطدام. ولكن هذا لا ينفي ذلك الاحتمال الموجود، ولكن احتمال يعتد به عقلائيا أو لا يعتد. ها؟ لا يعتد. هذا هو الاطمئنان. فالاطمئنان ليس 100%، الاطمئنان ظن ولكن مخالفته غير عقلائية. ما أدري واضح؟ حتى الإيمان بوجود الله يكفي التصديق الاطمئناني مولانا، بعد فضلا عن ماذا؟ فضلا عن النبوة، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الإمامة، فضلا عن المعاد، سمه ما تشاء مولانا. العلم المطلوب طبعا هذا ما أقوله أنا، وإلا الأعلام يقولون لابد أن يحصل له يقين تصديق جازم ثابت شنو؟ مطابق للواقع حتى يحصل الثواب. أقول أنا لا، هذا المقدار كافي. ما أدري واضح ولا هذا؟ بعد في بحث نظرية وين؟ معرفة. الآن مو بحثنا هذا، وهو أنه ما هو المطلوب مني حتى أحصل الثواب؟ لأنه قد من حقك أن تقول سيدنا، أنت تقول يكفي الدليل. الدليل المورث لماذا؟ لأي شيء؟ الجواب إذا أورث الدليل الإطمئنان. إطمئنان ما هو لغة؟ ما هو لغته الاطمئنان؟ يعني سكون النفس. حسن، هذا الاطمئنان المنطقي، هذا مو الاطمئنان الكلامي. ها، الاطمئنان الكلامي هذاك فوق الايمان، هذا دون الايمان عزيزي. هذا بحث معرفي، ذاك بحث ايماني. الم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا مو ذاك الاطمئنان، ذاك بحث اخر، لا تخلطون. وكثيرا ما يقع الخلط بين الاطمئنان الايماني والاطمئنان المنطقي. احنا نتكلم الان في الاطمئنان المنطقي. الا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا الاطمئنان فوق الايمان مو دون الايمان. ما ادري واضح صار اعزائي؟ وهنا توجد النظريات، افضل من دقق وحقق وتكلم فيها الشيخ الأنصار. عادة مولانا يمرون عليها مرور الكرام هذه المسألة، يعني أن المطلوب ما هو من الإنسان في العقائد فضلا عن الأمور العملية والأخلاقية. إذا أقدر مولانا هذا الفرائض مولانا بالي. في اعتبار الظن، رسائل في اعتبار الظن في أصول الدين. في اعتبار الظن وين؟
ده تلتفت يا لا، مو اعتبار الظن وين؟ في الفروع، لا أصول الدين، يعني التوحيد. يقول: الأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصل عن خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة. يذكر ستة اتجاهات والأقوال الموجودة ثم يختار. احنا من بينها ان شاء الله اذا فد وقت صار نشرحها في نظرية المعرفة، نبين ان المطلوب للانسان، ما ذكرت الصفحة ها؟ بلي، المجلد الاول مولانا، الصفحة 553 الى الصفحة، الى صفحة 584 اعزائي، 30 صفحة. ولهذا هو في صفحة 580 يقول: فهذه أقسام 14 في هذه المسألة. عد يأتي واحد يقول لك: ما من المسلمات يا مسلمات عزيزي، يقول ستة أقوال ثم الاحتمالات ايش قد؟ 14 احتمال. عد واحد، إذا يأتيك واحد يقول له: بابا أنا معتقد هذا، يقول هذا شلون هاي المسلمات دي ينكرها فلان؟ شلون دي يشكك بيها؟ عزيزي والله مو تشكيك، هذا هو البحث، اصل العلم الحصولي هو هذا، هو هذا علم. مرارا كنا نقول شيخ جوادي هذا لازم وكذا، لازم وكذا، اخو ما يورث كذا. قال: انتم تتوقعون من العلم الحصولي ما هو موجود للعلم الحضوري؟ العلم الحضوري له خصوصيه، العلم الحصولي يمها، هاي خصوصيه العلم الحصولي، خاصه العلم الحصولي هذه خصوصيته. ولذا ذهبت جملة من الأعلام تحصيل اليقين حتى بأدنى درجاته أساسا غير ممكن، مو ممكن ولكنه غير واقع. وإنما الذي يحصل الإنسان بالأدلة هو الترجيح فقط، الأجدرية والأخلاقية حتى في إثبات وجوده. هذا إذا صار وقته. هاي نظرية المعرفة اللي مع الأسف مغفول عنها، أين كل مباحثنا مرتبطة وين؟ بنظرية المعرفة، أنه أساسا ممكن تحصيل اليقين بالمعنى تحصيل اليقين بالمعنى الأخاص أو لا يمكن. اتجاهان، قول يقول يمكن، قول يقول شنو؟ لا يمكن، لا يمكن. تقول لعد ما هو الذي يمكن تحصيله؟ يقول يمكن تحصيله الترجيح فقط، المقدر. وإلا تصديق جازم ماذا؟ لا أسا احنا ما نقول هالشكل، احنا نقول مولانا الذي يمكن تحصيله التصديق شنو؟ ها؟ عفوا، المطلوب هو التصديق الاطمئنان. تقول أنا عندي يقين جازم، أقول هنيئا لك، أنا ما عندي مشكلة، ولكن الشارع ماذا يريد منك؟ ها؟ هسه ما أريد أن أقول الشارع عم يكتفي بالظن مولانا، مو القرآن يقول يظنون انهم ملاقوا ربهم. هسه انت مولانا اجيت قلت بانه ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وفسرت الظن بالمعنى المنطقي، هذا جهلك، هذا مو القران. القران عندما يقول ظن ليس مراده من الظن المنطق الارسطي، يعني استندت الى امر لا يمكن الوثوق به، استندت الى امر بلا دليل، هذا ظن. ان الحق لا يغني، ان الظن لا يغني من الحق شيء. ولكن انت لانه ذهنك شنو؟ ها؟ ارسطي، منطق ارسطي، ظن شنو فد؟ ولهذا كل اصولنا والله شيء غريب، يشتمون المنطق الارسطي، يشتمون اليونان، ولكن هم غارقون مو الى اذنيهم، الى مفرق راسهم شنو؟ في المنطق الارسطي. عشان كل فهمهم للقران على اساس المنطق الارسطي. على اي الاحوال ارجع للبحث هذا، خرجنا منه قليلا. شيخ الانصاري مولانا من ياتي الى هذا يقول في المجلد الاول اعزائي: من الاسفار، من عفوا من الاسفار لا من ال من الرسائل، صفحه 114 مولانا. تعالوا معنا المجلد الاول صفحه 114، هذه عبارته وهي عباره واضحه. يقول: أن يكون الحكم الفعلي، هو ده يتكلم باعتبار في الفروع، فدائما عبارته مرتبطة بماذا؟
بالأحكام، ولكن نحن نتكلم في ماذا قلنا في أول أبحاث، ماذا في الأوزع، أي دليل سواء كان مرتبطا بالفروع أو كان مرتبطا ماذا بالأصول، بالعقائد أو بالعمليات، عبارات، لأنه ذهنية، ذهنية الفقه، فيتكلم عن الأحكام. أن يكون الحكم الفعلي تابعا للإمارة، لعد الواقع شنو يقول؟ ها التفتوا لي جيدا، سلمنا معكم يوجد واقعون ويوجد كل هذا، ولكنه التفت صفحة 114، ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الإمارة حكمه. أساسا الدليل يقول لا علاقة لك له بمتعلق الدليل، متعلقه ما هو؟ صلاة الظهر، صلاة الصبح، أنت ما عندك شغل أبدا، كل علاقة مالك، ولا تحدث في الفعل مصلحة أبدا. يعني الصلاة الظهر ما يصير فيها إذا قام عندك دليل على أنه يوم الجمعة واجب شنو؟ صلاة الظهر، ها؟ وفي الواقع شنو كان المطلوب؟ عندما قامت الإمارة على صلاة الظهر في يوم الجمعة، لا يتبادر إلى ذهنك تحصل مصلحة أين؟ في صلاة الظهر أبدا. يبقى هذا لا أثر له الإمارة، لعد ما هو المصلحة؟ إلا أن العمل على طبق الإمارة فيه مصلحة، مو أن نفس العمل فيه جنو مصلحة، العمل على مقتضى الدليل فيه مصلحة. ما أدري واضح ولا؟ يعني الانقياد، إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة والالتزام بمقتضى تلك الإمارة في مقام العمل على أنه هو الواقع. يعني تعتقد أنه ماذا؟ وهذا هو مقتضى أي دليل؟ مقتضى أي دليل أنك تعتقده ماذا؟ هو الواقع. وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه يشتمل على مصلحة، العمل بمقتضى الإمارة فيه شنو؟ إذن التفتوا جيدا، بعد الإمارة لا تكون طريقية، يعني الدليل لا يكون طريقا للكشف بل له موضوعي. خلص، ما أدري واضح صاري ولا واضح البيان؟ إذن أعزائي، يقول من قام عنده دليل على شيء وعمل بمقتضى ما قام عنده الدليل ورتب عليه الأثر فهو شنو؟ شنو؟ فهو مثابر، مو فقط معذور وإن خالف الواقع بل هو مأجور. ها، إذن الذين عندهم جواز نكاح الأخوات والمحارم والأمهات دليل دله على ذلك، يثاب على عمله ولا لا يثاب على؟ ها؟ اللهم إلا إذا كان مقصرا أين؟ في المقدمة، يعني بلا حشر مع الناس، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا يحاسب، هذا يحاسب. وإن كان هذا بعضه أيضا لا يحاسب، لماذا؟ لأن عموم الناس إنا وجدنا آباءنا على شن؟ يعني الآن 90%، 95%، 98%، 99%، 99% وتسعة بالعشرة من شيعتنا مولانا بالدليل اعتقدوا بالتشيع. ها؟ أصلا طلبة الحوزة بالدليل معتقدين. تقول قيول عنكم، معقولة كل هذول مشتبهين؟ أفضل دليلنا. إذا هنا يثاب، لماذا ذاك المسكين جنو لا يثاب؟ الله سبحانه وتعالى لماذا يفرق بيني وبينه؟ وأنا وأنت أما أذن كثير من اعتقادات الشيعة أو عموم الشيعة، ألسنا نقول عنها خرافة؟ ألسنا نقول عنها أسطورة؟ ألسنا نقول لا واقعة؟ ألسنا نقول بدعة؟ ولكن يثاب عليه. لماذا؟ لأنه هذا مستوى علم. نعم، أنت المتخصص في الحوزة، مو من حقك أنه تقول حشر مع الناس، لا، أنت لابد شنو؟ لأنه عندك القدرة على الوصول. إذن التفتوا جيدا،
قال إلا أن العمل يقول لا تحدث فيه مصلحة في الفعل أو الاعتقاد على مبنانا، إلا أن العمل على طبق إذا يشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع. ما أدري واضح ولا هذا البحث، هذا خلاصة هنا في بحر الفوائد أعزائي، أوضحه مفصلا الجزء الأول صفحة 345. يقول لا يخفى عليك وضوح المراد من هذا الوجه، فإن المقصود منه عدم تأثير قيام الإمارة على حكم الفعل الذي تضمنت حكمه فيه أصلا مطلقا. الفعل لا يكون فيه شنو؟ قامت الإمارة على صلاة الظهر، والمفروض أن الواقع ماذا؟ الجمعة. صلاة الظهر تصير بها مصلحة أو لا تصير فيها مصلحة؟ أبدا أبدا لا تحصل فيها مصلحة، لأنه إذا صارت فيها مصلحة سوف تنافي شنو؟ الواقع مولانا، لأن الواقع المصلحة أين؟ في الجمعة، وهي الإمارة تقول أين؟ ها؟ في الظهر، ولا يعقل. وإذا كان فيهما مصلحة مساوية ها؟ كان ينبغي على المولى أن يخير بينهما لا أن يفرض ماذا؟ الجمعة. يقول لا تأثير عدم تأثير قيام الإمارة على حكم الفعل الذي تضمنت حكمه فيه أصلا، سواء قامت على طبق حكم العالم أو على خلافه، بمعنى كون الحكم الواقعي للفعل مستندا إلى مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل. الواقع يبقى مشترك، هذا المسكين ما وصل إليه. يقول بحيث لا يؤثر قيام الإمارة على خلافه بالنسبة إليها أصلا، فالحكم الواقعي الثابت في حق العالم ثابت وفعلي في حق الجاهل، سواء قامت عنده إمارة على الموافقة أو قامت عنده إمارة على شنو؟ مخالف. تقول إذا الشارع قال له هاي الإمارة حجة اعمل بها، اللي لا يوجد له طريق، لأنه افترض قطع وقال له اعمل بمقتضى قطعك، والمفروض أن قطعي مخالف للواقع، فوت علي مصلحة الواقع، لماذا قال لي القطع حجة؟ يقول لا، لأن المدار على الحجة لا على متعلق الحجة. ما أدري واضح صار. يقول والمراد من الفعلية فلان إلى أن يقول فإذا قامت الإمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب هو الظهر في الواقع، فنلتزم بوجوب أمرين: صلاة الظهر في مرحلة الواقع اللي مشتركة بين العالم، وصلاة الجمعة في مرحلة الظهر. لا لأن الجمعة صار فيها مصلحة، لأنك عملت بمقتضى الإمارة صار فيها شنو؟ ها؟ وهذه هي التي يعبر عنها الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية. ما معنى السلوك؟ يعني السلوك بمقتضى الإمارة، واحدة من التفسيرات. وهذا كما ترى قد يقول قال سيدنا يوجد تأييد روائي قرآني، خذ ذكرنا بالأمس هذا التأييد الروائي للمنهج، هذا الكافي مولانا، الكافي المجلد الرابع بحوث مركز بحوث دار الحديث صفحة. أنا بيودي هواي يدققون في هاي الرواية لأنه هواي خطيرة أيضا، وإن كان من حيث السند مو معتبرة ها، ولكنه إحنا هنا نريد نصير أخباريين مولانا، نقول أصول الكافي كله شنو؟ متواتر. لو قطعية شنو؟ قطعية صدق. ألستم تقولون هكذا؟ إحنا هنا في هالمسألة نقلد منه مولانا، نقلد الأخباري، وإن كانت هناك شواهد كثيرة تؤيد هذا المعنى على مبنانا جمع القرائن، مضافا إلى أن الرواية مؤيدة للنص القرآني كما أشرنا إليه بالأمس. الرواية هذه الرواية عن هاشم صاحب البريد قال، طبعا يكون في علمكم لم يرد تضعيف في سند الرواية، وإنما التضعيف سببه أنه مجهول بعض الرواة، مو ضعيف. وفرق كبير بين أن يكون ضعيفا وبين أن يكون جنو، لأن المجهول قد يكون ماذا؟ ثقة، ولكن لا يعرف واحد، ممكن أو غير ممكن، ممكن. ولهذا الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البريد، اللي تكون الرواية جنو مجهولة. كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين، فقال لنا أبو الخطاب: ما تقولون في من لا يعرف هذا الأمر؟ وقلنا اصطلاح الألف واللام، ألف لام عهدية، لا يعرف هذا الأمر يعني لا يعرف ولايتكم وإمامتكم والاعتقاد بها. فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. هذا الذي الآن ثقافة الشيعة مشن على هذا، وبعد ذلك سيصرح الشيخ المجلسي في ذيل هذه الرواية. فقال أبو الخطاب: هاشم قال شنو؟ كافر. أبو الخطاب قال: ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة. في المجلس منه موجود؟ فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر. دخل محمد بن مسلم وسط هذا النزاع والخلاف بين من؟ بين هاشم صاحب البريد وبين أبو الخطاب. فقال له محمد بن مسلم، المن قال؟ قال لي من يقول أن أبو الخطاب قال كافر. قال: سبحان الله، ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر. وهذا المسكين إذا لم يعرف ولم يكن جاحدا، يعني لم تقم عليه الحجة، لأن الجحود لغة ما هو؟ نفي ما في القلب إثباته، كما قال صاحب المفردات وغيره. محمد بن مسلم أراد أن يحل النزاع: ليس بكافر إذا لم يجحد. هذا من يقول؟ محمد بن مسلم. قال منه؟ أبو الخطاب. فلما حججت دخلت على أبي عبد الله الصادق فأخبرته بذلك، فقال: إنك قد حضرت وغاب. ما يمكن أنه إذا تريد أنه أنا أقول رأيي لابد أن يحضر محمد بن مسلم ويحضر منه ها هاشم، أو مهم تحضرون ثلاثة، ولكن موعدكم الليلة الجمر الوسطى بمنى. فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده، وأبو الخطاب ومحمد بن مسلم اجتمعنا عنده. منو يقول؟ هاشم صاحب البريد، وعنده وأبو الخطاب ومحمد مسلم. فتناول وسادة الإمام فوضعها في صدره، ثم قال لنا: ما تقولون؟ بعدما سألنا السؤال قال: ما تقولون في خدمكم، نسائكم، أهليكم؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قلت: بلى. قال: أليس يشهدون أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله؟ قلت: بلى. قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. أنت شو تقول مباشرة؟ أكبه الله على من خريج في نار جهنم، ها؟ أصلا صلاته كزنة، أليس الروايات هكذا تقول مولانا؟ فما هو عندكم؟ قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. من يقول؟ ها؟ هاشم صاحب البر. قال: سبحان الله. الإمام قال: سبحان الله. هسه لا أريد هذا مراد الإمام من سبحان الله، ماذا سيأتي؟ ثم الإمام ضرب مثالا آخر، قال: أما رأيت أهل الطريق وأهل المياه؟ هاي عموم الناس. قلت: بلى. قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. قال: فما هو عندكم؟ قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. قال: سبحان الله. أما رأيت الكعبة؟ الإمام سلام الله عليه، انظر إلى الأمثلة اللي يضربها حتى يميز، والله عجيب هاي الأمثلة. قال: أما رأيت الكعبة؟ لأقل يرد يحنن قلوبهم، أنه هذول شوفهم كيف، والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة، شوف شون دا يخضعون ودا يعبدون بكل وجودهم، دا يعبدون من؟ ربهم. بل كان يميل قلب هذا القاسي يقول شنو؟ لا، الله مرجون أمره أمر الله، مو مباشرة كافر ودي وين؟ للنار. أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة؟ قلت: بلى. قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. قال: فما تقولون فيهم؟ قلت: من لم يعرف فهو كافر.
قال سبحان الله، هذا قول الخوارج. هسه انت اعرف مقامك مولانا، يا اهل المنبر اللي تصعدون على المنبر، من لم يعتقد بولاية اهل البيت اكبه الله على منبره، هذا قول الخوارج مو قول اهل البيت. لا اقل احتمل، انا ما اريد اقول اقطع، تقول لي سيد انا عدت جيد، ولكن هذا موجود في الكافي، لماذا في الكافي الشريف فقط تقرا ذاك تلك الروايه ولا تقرا هذه الروايه؟ قال سبحان الله هذا قول الخوارج. ثم قال إن شئتم أخبرتكم فقلت أنا لا. لا تقول لي، لأنه إذا تقول لي راح تخرب عقيدتي. شوف التفت. فقال أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. لا تصير لي أنت بيني وبين الله ملكي أكثر ممن من الملك، اسمع مني أنا دا أقول لك هذا قول الخوارج، هذا مو قولنا. قال فظننت، منو صاحب البريد؟ قال فظننت أنه يديرنا على قول محمد بن مسلم. الإمام دي رجعنا وين؟ اللي ماذا قال محمد بن مسلم؟ قال ليس بكافر إذا لم يجحد. إذن هاي كل أعمالهم هذن يثابون أو لا يثابون. الإمام ما يقول هذول معذورين، يقول هذول شنو؟ مأجورين، مع أنهم موافقون للواقع كما نعتقد أو مخالفون، مخالفون للواقع. هذا من الدليل شنو؟ النقل. ولكن أنا يعجبني هاي الرواية اللي بهذا المضمون في ذيل هاي المجلس ماذا يقول؟ لا مو في مكان آخر أقول، ما ملتفت إلى الرواية، هذا مرآة العقول. الإمام يقول قول الخوارج، هو ايش يقول؟ يقول ويطلق على من أخل بشيء من العقائد الإيمانية. يعني منو؟ عقائد مدرستي أهل البيت، لأنه غير الشيعة أهل البيت مؤمن أو ليس بمؤمن. التفت. وإن لم يكن ضروريا لدين الإسلام، حتى لو مو ضروري كالإمامة، هذا تصريح منه أن الإمامة ضروري أو مو ضروري. والله هذا أقرأ لكم، مع الأسف ما موجودة حتى تقرؤون. ترى لم يكن ضروريا لدين الإسلام كالإمام. خب إذا مو ضروري لدين الإسلام، خب هذا المسلمين على أي أساس يحاسب عليه؟ خب بالنسبة إليه يكون نظريا لو ضروريا؟ نظريا. فاجتهد أو سأل أو قلد فما اعتقد شنو؟ لماذا أكبه الله على من خري في نار جهنم؟ التفت جيدا. والمشهور أنهم في الآخرة بحكم الكفار. هاي نفس عبارة منه سيد الخوئي، مسلمو الدنيا وكفار الآخرة، وهم مخلدون في النار. يا ريتهم مات يعذبون واللهم آخر المطاف شنو؟ بشفاعته. يقول لا 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 لا، مخلدون في النار كالمخالفين وسائر فرق الشيعة، كلهم هماتين هذول الكفار ومخلدين في نار جهنم. يعني زيدية وإسماعيلية وإلى آخره. إلا منه؟ إلا مجلسي وأربعة ويا مولانا يطبون للجنة، خلصت القضاء. ليش؟ لأنه هو يعتقد أن الأصوليين هماتين هذول، ها هم جهنمين، لأنه هذول متأثرين بالنواصب. تلتفتمون الضيق الفكري. يقول وقد دلت عليه أخبار كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير، يعني بحار الأنوار، لأن الإمامة عند الشيعة من أصول الدين. أي بشر، خو عندك من أصول الدين أي علامة. هسه بكرة يقول ليش يقول عنا بشر؟ أي علامة، خو عندك من أصول الدين، خو عنده هو شنو؟ ها؟ من فروع الدين. وماذا يفعل؟ والله عجيبة. وأين يذهب؟ هو من يقول؟ يقول لكن احنا معتقدين انه من ضروري شنو؟ من اصولي الدين. خو جيد، اعتقد، مش من حقك انت، ورأيك محترم بيني وبين الله. اما لماذا تكفر الاخرين؟ يقول ان المسؤول قد ورد متواترا عن النبي من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. وشنو علاقته بالمصداق؟ اي علامة؟ هذا بيان المفهوم. احنا كلامنا وين؟
في المصداق هم يعتقد برواية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، ولكن يعتقد إمام زمانه مولى إبل باز. ما عنده مشكلة هو، من تقول له يقول خم، منو قال بأن أنا ما مبيع إمام زماني؟ هي المشكلة مفهومية لو مصداقية؟ أنت دليلك تقول الحجة، هو يقول دليلي منو؟ ابن باز. أصلا يقول مولانا الحكام الظلم لأنه هو أولي الأمر منكم، شنو علاقتي يعني؟ هذا استدلال خلط بين المفهوم والمصداق من العلامة المجلسي. خلي هذه مولانا المجلد مرآة 11 صفحة 190 في ذيل هذه الرواية المباركة. جيد، تعالوا معنا أعزائي. هسه لو تنزلنا قلنا بأن النظرية التي تقول أن المدار في الثواب والعقاب ليس على الدليل وإنما على الواقع، يعني متعلق الدليل، ما أدى مؤدى الأمارة مؤدى الدليل لا نفسه الدليل، يعني بعبارة أخرى أن المصالح والمفاسد والثواب والعقاب ليس مترتبا على الامتثال وعدم الامتثال، بل على ماذا؟ على متعلقات الأحكام. وفرضنا أيضا اللي كلهن هذني كن على ثقة، لو تقرؤون الفخر الرازي في المستصفى وأنه يبحث بحثا تفصيليا في أدلة القائلين أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، يعني ما أريد أقول ولكنه مو بسهولة تستطيع أن تتخلص من إشكالات منه الفخر الرازي. يقول هذه إذا تقول بالاشتراك وجاوبنا على هذه التساؤلات، ولكن أحتم مفترضة شنو هو؟ ها؟ اصلا موضوعيا مفروغا عنه متواترا مسلما مجمعا عليه الى اخره. يقول وان الواقع شامل للعالم بالحكم والجاهل به، والجاهل اعم من ان يكون قاصرا او مقصرا. سؤال، فهل هو فعلي في حق الجميع او فعلي في حق من علم به وشأني في حق من جهله وقام عنده دليل على خلافه؟ أي منهم؟ ها؟ في الوجه السابق كنا نقول أن الحكم الواقعي ما هو؟ فعلي في حق الجميع. هنا لو أرجعنا الثواب والعقاب والمصلحة والمفسدة إلى المتعلقات إلى الواقع، فهنا هل الأحكام شاملة لهما لهم جميعاً؟ عالم جاهل قاصر مقصر، فهل هو شامل لهم جميعا بالفعل أو فيه تفصيل؟ تعالوا الشيخ الأنصاري مرة أخرى. الشيخ الأنصاري المجلد الأول صفحة 114 مولانا يقول لا، إذا علم به بالحكم الواقعي فهو فعلي، أما إذا كان جاهلا به فالحكم في حقه ما هو؟ شأني. فإذا قام عنده دليل على الخلاف بعد لا يوجد ذلك، فإذا الأحكام الواقعية مطلقة أو مقيدة بعدم قيام الدليل على خلافها، ما هو؟ التفت جيدا للعبارة. يقول بحيث يكون قيام الإمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم الواقعي، يعني المقتضي موجود ولكن بشرط عدم وجود مانع، والمانع ما هو؟ إذا قامت عندك إمارة على الخلاف لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، فإذا ظن بخلافه بعد يوجد في حقه حكم أو لا يوجد، وشأني في حق الظان بخلافه،
أنا أرفع كلمة الظان يعني في حق من قام عنده دليل على خلاف الواقع. يقول بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على شنو خلافي. الأعزاء من الأردن يراجعون بحر الفوائد مولان صفحة 341 341 أعزاء ها هذه. يقول هذا ما أي ما يكون هو المناط في استحقاق الثواب والعقاب في مقابل ما يكون موجودا في الواقع هو ماذا؟ هو تبعية الحكم الواقعي في الواقع لقيام الإمارة، كما إذا قامت على خلاف ما هو المجعول في الواقع، بمعنى أن في كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل. هاي اشتراك الأحكام بين هاي كلهم تدري شو منشأه حتى لا يلزم التصويب. بمعنى أن في كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكل منهما، ولكن بشرط عدم قيام إمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الإمارة على الخلاف مانعا من تأثير المقتضي ماذا في تكليف هذا المكلف، فإن قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة في الفعل، مو مصلحة في سلوك الإمارة، مصلحة ماذا في الفعل. يعني أساسا الشارع يريد منك الآن اللي قامت عندك إمارة على صلاة الظهر، الشارع ما هو المطلوب منك؟ صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر؟ وهذا لا ينافي الواقع المشترك، هذا الواقع شنو؟ المختص، هذا بك مختص بك. ما أدري واضح صاري ولا هسه. هنا بحث وهو أن هذا تصويب أو ليس بالتصويب. الجواب صاحب بحر الفوائد الاشتياني يقول وهذا الوجه كما ترى راجع إلى التصويف في الجملة. عرفت شو؟ الشيخ الأنصاري مولانا في صفحة 111 يقول قلت لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا. نحن لا نعتقد أن هذا من التصويب الباطل. نعم يوجد عندنا تصويب، ولكن ليس كل تصويب من شنو باطل، وهذا ليس من التصويب الباطل. هذه في صفحة 111. ثم يأتي في صفحة 121 أعزائي يقول وحاصل الكلام ثبوت الفرق بين كذا وكذا، وما قلناه ليس من التصويب شنو باطل. واضح صار إلى هنا أعزائي. هنا بعد يبقى عندنا هذا الكلام، من يؤيده؟ شيء لا تصدقون، شيخ الطوسي هم هذا نظريته، العلامة في نهاية الأصول هم هذه نظريته. هاي شيخ الطوسي مولانا في العد صفحة 180. فالذي يدل على بطلان قوله أن يقال إذا تعبد الله تعالى بالشيء، يعني قامت الإمارة وقال لك اعمل بمقتضى الإمارة، خبر الواحد، وقام عندك دليل قطعي على حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر، هذا تعبد بعد. فإنما يتعبد به على ما قامت عليه الإمارة لأنه مصلحة لنا، وإن كان الواقع ماذا؟ شيء آخر. هذه مصلحة لنا وينبغي أن يدلنا عليه وعلى صفته التي إذا علمناه عليها كان مصلحة لنا وصح منا أداؤه على ذلك الوجه. يا وجه مولانا، الوجه الواقعي للوجه الذي أدت إليه الأمارة،
يعني الواقع الذي طلبه منه ماذا؟ الأمارة. لا يمتنع أن تختلف الطرق التي بها يعلم أن الله سبحانه تعبدنا بها، قد تكون الطرق ماذا؟ متعددة، كما لا يمتنع اختلاف الأدلة التي بها تعلم صحة ذلك. وأوضح منه أعزائي، وأوضح منه رحمة الله تعالى عليه العلامة الحلي مولانا في نهاية الوصول، هذه العبارة هواية واضحة، التفتوا جيدا، هاي عبارة مولانا قال الشيخ منه العلامة في نهاية الوصول، أنا دا أنقلها لأن نهاية الوصول ما كان عندي، أنا دا أنقلها من الرسائل الجزء الأول صفحة 110. إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة، التفت، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه. يعني شنو؟ خلي ذهنك شوي دقق. مرة نتكلم عن الفعل في نفسه، الفعل في نفسه صلاة الجمعة مصلحته أين؟ في الجمعة. هذا الفعل مصلحة الجمعة في نفسها. ومرة لا، المصلحة بلحاظ الدليل عندي ياهو مني، وأنا عندي قام دليل على أن المصلحة بصلاة الجمعة بصلاة الظهر. يقول هذا وصف إضافي. ما هو الوصف الإضافي؟ ما هو؟ وهو أني ظان بهذا، وقد جعل الظن ماذا؟ حجة. ما أدري واضح ولا؟ إذن لابد أن نميز بين مصلحة الفعل في نفسه ومصلحة الفعل إذا قام دليل ماذا؟ عندي. قد يتفقان وقد يختلفان. يقول ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة. ما هي الصفة المخصوصة؟ أنه قام عندنا دليل معتبر على أن هذا هي المصلحة. وكوننا، التفت، أنا المكلف، وكوننا ظانين بالصدق الراوي صفة من صفاتنا لا من صفات الواقع، فقد نصيب الواقع وقد نخطأ، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة. هنا بعد أخذ الفعل عنوان أولي لعنوان ثانوي. ها؟ شنو هذا العنوان الثاني وما هو العارض؟ ظني به. فإذا يوجد عندك واقع له واقعان عزيز، ها؟ واقع للفعل في نفسه وواقع للفعل بلحاظ ثانوي. الأعزاء اللي يريدون يراجعون مولانا بالإمكان يراجعوا هذا الوجه تفصيلا مولانا في صفحة 335 مولانا. أقول كذا، قال أقول حاصل ما ذكره، وهو أن الجهات، بحر الفوائد مولانا، أن الجهات المقتضية لجعل الأحكام الشرعية في الأفعال لا تلزم أن تكون ذاتية لها في جميعها، مو أن تنظر إلى الفعل في نفسه، بل انظر إلى الفعل بلحاظ ماذا؟ ها؟ بلحاظ الدليل القائم، بلحاظ الوصف الذي وصل إليه المكلف، بل يمكن أن يكون باعتبار الوجوه والاعتبارات التي منها أوصاف المكلف، التي منها من أوصاف المكلف الظن. فإن للظن كالعلم تعلقا بالظان وتعلقا بالمظنون. فمن الحيثية الأولى من الأوصاف التي للفعل، ومن الثانية من الطرق والكواشف التي هي لمن؟ ها؟ للمكلف. واضح صار أعزائي؟ وهذا هو الذي ذكره من أعزائي؟ إذا تذكرون ذكره كاشف الغطاء في المجلد الأول، قال يوجد واقع عام ويوجد واقع ماذا؟ مطلوب منا. المطلوب منا واقعا الاعتقاد بذلك، المطلوب منا، وهذا الذي أنا اصطلحت عليه بالواقع الأولي والواقع ماذا؟ شنو؟ الثاني. واضح صار إلى هنا البحث؟ ها؟
هسه يبقى احنا كنا اليوم كنا ننهي البحث حتى بكره ندخل في يبقى عندنا بحث. هسه بيني وبين الله لو ان الانسان، قلت لك اعم، لو ان الانسان دخل الادله العقليه النقليه التجريبيه الكل هذا اللي دخلهن واخر المطاف قال لم يقم عندي دليل على وجود الله، ممكن لو مو ممكن؟ لا تقول لي مغرض، هذا مغرض، لو مو مغرض منو يعينه؟ ها؟ الله يزكي الأنفس، أنت تزكي له، هو هو يقول أنه هذا كذاب منافق لو من شنو؟ صادق. إحنا نحمله على شنو؟ ها؟ على يقول مقام عندي دي. هذا تكليفة مسكين شنو؟ شو يسوي؟ إحنا قلنا أي دليل قام عنده إذا رتب أثر عليه فقد شنو؟ أجزاه. إذا لم يصل المسكين ماذا يفعل؟ هذا أولا التفت تجاه. ثانيا إذا هو مسلم من أبوين وشاك مقاطع بالعدم، مو عندك دليل على عدم الوجود، شاك في وجود الله، هذا يصير مرتد فطري يجب قتله أو لا يصير؟ يعني الذي يخرج وأنه هناك حصانة لدمه هو المؤمن، لو المنكر ياهو منهن الشاك شنو حكمه؟ طاهر لو نجس، افترضوا انت قال شنو بنجاسة شنو ملاحدة وكل يقولون بنجاسة شنو، ها احنا ما نقول طهارة الانسان، ولكن عموما اللي قائلها مات بالطهارة يقول طهارة اهل الكتاب، ما يقول طهارة شنو الشاك في وجود الله. هذا مسكين طاهر لو نجس يقول ما عندي دليل. هذا اني انا فقط ان شاء الله في 10 وربع ساعة مولانا غدا في اول البحث اشير اليه وندخل ان شاء الله في الآية الثانية، والحمد لله رب العالمين.